لقد ظهرت لكم اني يسوع المسيح، المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم. لقد ظهرت لكم من العراق، من بغداد الكرخ، اظهر للعراق وللعالم كافه اني في ظهوري رحمه للعالمين. ايها المجتمع الاسلامي والنصارى واليهود والبوذيه والهندوس، اني المواطن طارق هاشم سالم اقر باني سبق وان قمت بنشر مقطع فيديو ادعيت فيه اني يسوع المسيح وكنت ليس بوعي وغير كامل الاهليه، وعليه اتقدم بالاعتذار الشديد من الشعب العراقي عامه وابناء الديانه المسيحيه خاصه. هذا سوف تليه بعض الايام الاتيه نداءات، وليعلم اولي الابصار اياكم احسن عملا.